السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد ونهار جديد مع أم أمين للإبداع. اليوم غنقدم لكم خمراس ملويين مع مرين حشوة لذيذة، نتمنى تعجبكم. تابعوني للأخير وجربوها غتعجبكم كتير، بقاو معايا. مر مقادير بإذن الله. معنا جوج زليف دقيق الفينو، زليفة دقيق أبيض أو الفورس باللهجة المغربية، معنا جوج ملاعق زيت، معنا ملعقة سنيدة، ملعقة خميرة فورية، ملعقة ملح، ملعقة بيكنج باودر أو خميرة الحلوى، بطبيعة الحال الماء. في هاد الأثناء راه وجدت الكفته، درت معاها جوج بصلات محكوكين كبار والتوابل من طبيعه الحال. معنا الزنجبيل، الكركم، الابزار، والتحميره او الفلفل الاحمر، والملح، والكمون كيبقى اختياري، ومن طبيعه الحال الزيت فاش غادي نطيبو. باش غنطيب فيه هاد العناصر ونخليوها تبرد ونوضعوها على جنب. كما في كاسرول او اناء اخر ذوبت الزبده مع الزيت باش غادي نسرح به العجين، ومن طبيعه الحال الماء باش غادي نجمع العجين. بغيتو تضيفوا حتى جوج ملاعق حليب غبره ممكن، الطريقه ديال الام امين دائما انا ما كندلكش العجين وانما كنجمعها وكنخليها ترتاح، هي كتدلك راسها براسها. وطريقه سهله في متناول المبتدئات. العجين خاصها تبقى رخوه، متكونش قاصحه باش كتغلبوا عليها، والزيت كنضيفو في العجين باش كيسهل ليا عملية بسط العجين. ونخليه يرتاح واحد مدة 10 دقائق ونرجع معكم. من بعد مرور 10 دقائق كندير شوية الزبدة والزيت في الدية، كندهن قصرية، كندي وكنجيب العجين كندلكها غير شوية، هي أصلا راها ترخفات. صافي غنشكل كويرات في هذا الحجم، وغنخليهم يرتاحوا لحد مدة 10 دقائق أخرى وغنبسطهم بإذن الله. أنا شكلت كويرات من العجين خليتهم يرتاحوا، دابا غنبدا نبسط فيه. ناخد شوية الزبدة والزيت اللي ذبوبت وغادي نبسط العجين كويرة. الزيت اللي ضفناه على العجين راه سهل علينا عملية البسط. نبدا نوضع الحشوة،
غادي نلوي عليه جوج وندهن وندهن نلوي على شكل حين شاد، وغادي نلوي نخليوها ترتاح حتى نكملو عجين كويرات اللي عندنا. صبح على هاد الشكل بسط معكم واحدة أخرى. نضع كمية من الحشوة كيف ما كتعرفوا فوائد ديال الكركم مفيد لالتهاب المعدة والأمعاء، ومفيد كذلك الكبد كينقيها من السموم. وغنبدا نلوي ونبقى مستمرة حتى نكمل بإذن الله. من بعد ما سرحت العجين خيمرات اللي عندي وحشيته بالحشوة اللي عندي أو اللي عندكم متوفر عندكم في البيت، لويته كله وغنخليه يرتاح الوقت اللي أنا غنكمل فيه اللوي الخيمرات كلهم اللي عندي. وغادي نمرو دابا طريقة الطهي بإذن الله. أنا وضعت في المقلاة من بعد ما خليتها حتى سخنت ودهنتها بشوية الزيت ووضعت فيها ثلاثة المخيمرات باش كنسرعوا في عملية الطهي. إلا بغيتوا تحتفظوا فيهم بالمجمد ما كتطيبوهمش حتى يوليو محمرين، وإنما اللون يكون أصفر باهت وتخليهم حتى كيبردوا. ومن بعد راه إلا احتاجيتو تسخنوهم في الميكرو أوند وتناولوهم بالصحة. غنبقى مستمرة في طهي المخيمرات أو الملوي حتى نكمل ونتاقلو إن شاء الله التزيين النهائي. من بعد ما حضرت المخيمرات أو الملوي معمر، ممكن نتوما تعمروه بأي حشوة حبيتو سواء بلاداند أو الكفتة اللحم او بكبد الدجاج، صدقوني كيجي لذيذ ورائع جدا. وبالنسبه للمشاهدين اللي كيتابعوا قناتي من جديد، ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس لتوصلوا بكل ما هو جديد عند قناة أم أمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا دائما كما عودتكم الصلاة على النبي.